يشهد مسجد المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف خلال شهر رمضان المبارك إقبالا كبيرا على أداء الشعائر من قبل جالية تضم أكثر من 56 جنسية، يعيش جزء هام منهم في هذا الشهر في حالة من التوازن بين النظام الحياتي الخاص الذي تفرضه هذه المناسبة وبين متطلبات الوتيرة السريعة للحياة اليومية في مجتمع لم يألف بعد خصوصيات هذه الممارسة. طيب الحقيقة يعني شهر رمضان المبارك يتميز هنا ونحن في الغربة والجالية الإسلامية هنا كبيرة أيضا في جنيف، يتميز هذا الشهر ما في شك بالروحانية، والإخوة هنا الذين ينتمون أو يشكلون الجالية الإسلامية ينتمون إلى دول إسلامية كثيرة، فهم من مثلا من آسيا ومن أفريقيا ومن أيضا من الإخوة من الدول العربية بصفة عامة، ويجمعهم هنا يجمعهم شهر رمضان المبارك. خلال الشهر المبارك يجتمع المسلمون هنا ويزيد أعدادهم بصفة عامة، خاصة لأداء الصلوات الفروض وثم أيضا لتناول إفطار رمضان. يعتبر رمضان فضاء روحانيا واجتماعيا وثقافيا للجالية الإسلامية بسويسرا، كما تطفي مائدة الإفطار اليومية التي تنظمها المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف والتي تستضيف يوميا عددا كبيرا من أبناء الجالية الإسلامية جوا عائليا يخلص الصائمين من العزلة الدينية التي يعيشونها ليعانقوا الأجواء الأخوية خلال هذا الشهر الكريم. طبعا شهر رمضان المبارك في الغرب وفي سويسرا وفي جنيف عنده طابع خاص، ذلك أنه يجمع مسلمين كثيرين من مختلف الجنسيات كلهم يجمعهم في المسجد، ويتقاطر المسلمون على المسجد في شهر رمضان بأعداد كبيرة وغفيرة، حتى أن في صلاة الجمعة أحيانا هناك مسلمين لا يجدون أماكن للصلاة، وأعدادهم في صلاة التراويح أعداد كبيرة جدا. والمؤسسة هنا والمجلس الأئمة في المؤسسة يعني يعد برنامج خاص لشهر رمضان المبارك، منها دروس بعد صلاة الصبح، منها دروس بعد صلاة العصر، إضافة إلى الصلوات الأخرى الجماعة، وكذلك يستقبل أسئلة كثيرة من المسلمين ومن غير المسلمين، لأن غير المسلمين الآن في هذه الظروف يتساءلون كيف أنتم المسلمون تصومون يعني 18 ساعة في اليوم، يعني هذا بالنسبة لهم شيء يعني صعب جدا، ونوضح لهم ونشرح لهم، حتى أنه فيهم من غير المسلمين من يحاول أن يقلد المسلمين في الصيام، وهذه حالات حقيقية واقعة، ونحن منفتحون جدا على إخواننا يعني غير المسلمين الموجودين معنا في جنيف. في رمضان تجتهد المساجد عبر المقاطعات المختلفة في سويسرا لتوفير أجواء روحانية، فتستدعي أئمة يجيدون قراءة القرآن، ويتردد على مسجد المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف عدد كبير من المسلمين على مختلف جنسياتهم يمثلون شرائح المجتمع من موظفين في الأمم المتحدة ودبلوماسيين وموظفين في الحكومة السويسرية وطلاب علم وعمال وغيرهم من فئات المجتمع. تعتبر المؤسسة الثقافية الإسلامية في جنيف بيتاً لا بيت له، وذلك من خلال الجو العائلي الذي تعيشه الجالية الإسلامية خلال شهر رمضان. طه يوسف حسن، تلفزيون المملكة العربية السعودية، المؤسسة الثقافية الإسلامية جنيف.